بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعض، أيضا عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا. وقال أبو ذر لحبيب بن مسلمة: هل يثبت لكم العدو حلبشا؟ قال: نعم، وثلاث شياه غزر. قال أبو ذر: غللتم ورب الكعبة. انتهى الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بين ووضح وقال: إن لم تغل أمتي لم يثبت لم يقم لهم عدو أبدا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة بدون إذن في الخفاء قبل تقسيمها على أفراد الجيش، والغلول أيضا هو الأخذ من المال العام للمسلمين في الخفاء وبدون إذن. هذا تصرف سيء يدل على الأنانية. الذي يغل هذا، الذي يأخذ من الغنيمة أو من المال العام للمسلمين، هو أناني، هو آخذ لغير حقه، هو محب للدنيا، يريد أن يستأثر بشيء من الغنائم، بشيء من أموال المسلمين لنفسه فقط. هذا الغال، هذه النوعية من الناس إن وجدت في الجيش وإن وجدت في الأمة تؤخر النصر، تؤخر التمكين، تتسبب في ثبات العدو وفي صمود العدو أمام المسلمين. مرة أخرى،
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا. الأمة لها أعداء، وأعداء الأمة كثر. اليهود من أعداء الأمة، النصارى من أعداء الأمة، المجوس من أعداء الأمة، عباد الأوثان أهل الإشراك من أعداء الأمة، الملحدون من أعداء الأمة. هناك أعداء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، أعداء للأمة يريدون أن يعتدوا على الأمة وأن يؤذوا الأمة، يريدون أن يؤخروا الأمة وأن يسيطروا عليها وأن يتحكموا فيها، يريدون إذلال هذه الأمة وإهانة هذه الأمة. الأعداء كثر عبر التاريخ، من اليوم الأول لظهور الإسلام إلى يومنا هذا، والأعداء في صراع مع هذه الأمة، أو قل الأمة في صراع مع هؤلاء الأعداء، والصراع لا يتوقف ولن يتوقف. هذه الأمة لها عدو، لها أعداء. والنبي يوضح صلوات ربي وسلامه عليه: إن لم تغل هذه الأمة لم يقم لها عدو أبدا. إن لم تغل، إن تركوا الغلول والأنانية والأخذ من المال العام قبل القسمة والسرقة والنهب، إن لم تغل هذه الأمة، إن لم تقع في الغلول في السرقة والنهب والأنانية، إن لم تغل لم يقم لهم عدو أبدا. العدو لا يصمد ولا يثبت ولا يتأخر أمام هذه الأمة، وإنما يأتي النصر وتأتي الغلبة والظهور والتمكين فورا بدون مقاومة كثيرة، بدون تأخير، بدون غياب. أما وإن ظهر الغلول، نوعيات، نفسيات، أفراد يأخذون من الغنائم قبل توزيعها خفية في الخفاء وبدون إذن، بدون موافقة ممن يقسم الغنائم، هذه النوعيات عندها أنانية، عندها تعلق بالدنيا. الذي يأخذ من الغنيمة، الذي يأخذ من الغنيمة، هذا إنسان رأى في الغنيمة شيئا فاستأثر به لنفسه، ضن به على الآخرين، قال ربما يقع هذا الشيء الجيد في يد أي فرد آخر من المسلمين، أنا أريده لنفسي، أنا أريده لنفسي، أناني. لو انتظر القسمة، لو انتظر التوزيع، ربما وقع هذا الشيء عند أخ من إخواني المسلمين، لا بأس، لا حرج، هذه أرزاق، هذه أرزاق. إنما يستأثر، عنده استئثار، عنده أنانية، هو يحب نفسه ويحب الدنيا، شيء من متاع الدنيا، شيء من متاع، حلا في عينيه، حلا في عينيه. لو استأذن، لو استأذن أو أظهر حاجة لهذا الشيء كان جيدا، إنما الغلول أن يأخذ خفية بدون إذن من الغنيمة قبل تقسيمها وتوزيعها. هذه النوعية لو وجدت في الأمة تتسبب في صمود الأعداء، في ثبات الأعداء، في تأخر النصر. إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا، مهما كان هذا العدو ومهما كانت أعداده ولا عدته. إن تطهر الجيش وتطهرت صفوف المسلمين وصلحت نوعيات المسلمين ونفسيات المسلمين، كانت النوعيات جيدة والنفسيات جيدة، نفوس طيبة عندها علو وارتقاء،
عن أمور الدنيا، إن كانت الأحوال النفسية والقلبية للمسلمين عالية جيدة لا يقم لهم العدو أبدا، يعني لا يثبت لا يصمد لا يتأخر معه، وإنما يظهرون عليه ويغلبونه ويقهرونه وينصرون عليه بسرعة شديدة. هذا يدلنا على أهمية التربية، التربية تصفية النفوس، التخلية من الرذائل من الأنانية ومن حب الدنيا، التربية والتصفية والتخلية أيضا من الأمور المذمومة والصفات المذمومة. المقصود أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا. قال أبو ذر لحبيب ابن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ أنتم تقاتلون في زمن التابعين، هذا الكلام بعد وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، معارك التابعين، حروب التابعين. يقول أبو ذر لحبيب ابن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ بيقومه بيصمدوا بيصمدوا بيثبتوا أمامكم حلب شاه، يعني زمن ولو قصير. حلب الشاه يستغرق تقريبا ثلث ساعة، اللي عنده شاه خروف نعجة وبيحلبها بيحلبها على مدار ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة على الأكثر، هذا وقت حلب الشاه. أبو ذر يسأل حبيب ابن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ بيقعدوا قصادكم نص ساعة بيقاوموا بيصمدوا؟ قال نعم وثلاث شياه، ده كمان زمن أطول، ده حلب ثلاثة من الشياه الغزر الممتلئين باللبن، يعني بيقعدوا قصاد مننا بيقاوموا بيصمدوا ساعة ونص ساعتين. قال أبو ذر غللتم ورب الكعبة. يبقى في الجيش نوعيات، في الجيش نوعيات بتاخد الغلول، نوعيات نفسيات سيئة رديئة هي السبب في تأخر النصر، هي السبب في غياب النصر، هي السبب في صمود الأعداء، هي السبب في ثبات الأعداء. قال غللتم رب الكعبة. ويأتي النصر ولكن متأخرا، إن في طيبين في موحدين في مسلمين في مؤمنين في نوعيات جيدة كثيرة، إنما النوعيات الرديئة تؤخر النصر. نوعيات الرديئة الأنانية هذه مريضة القلب مريضة النفوس، هذه النوعيات ما بالك إذا كثرت هذه النوعيات، لما تكتر وتكتر وتكتر تبقى هي الغالبة هي الأعم الأغلب. لا نقول إن النصر يتأخر، بل الهزيمة تنزل، الهزيمة تنزل والخسارة تنزل بالمسلمين. وعندما تقل هذه الأعداء تتحسن الأمور تدريجيا، لما تغيب هذه الأعداد التي تنهب التي تأخذ حتى من المال العام، لأن الغلول أيضا هو الأخذ من المال العام خفية في الخفاء بدون إذن بدون مراقبة بدون موافقة، هذه النوعية تتسبب في تأخير النصر للأمة. إذن لابد من تطهير، لابد من تطهير، لأن هذه النوعية خطيرة، هذه النوعية الفاسدة خطيرة، تؤخر النصر وتؤجل النصر وتبطئ النصر والظهور على الأعداء. لابد من التطهير، تطهير الفاسدين لأنهم خطر على هذه الأمة. مرة أخرى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما سأل حبيب بن مسلمة هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ بيقوموا بيصمدوا بيثبتوا؟ قال نعم وثلاث شياه، ده أكتر شاه واثنين وثلاثة. قال أبو ذر غللتم ورب الكعبة. يبقى في داخلكم في خلل، في شخصيات، في نوعيات هي السبب وراء تأخر النصر.
هذا المعنى نريد أن نفهمه جيدا وأن نعيه، لأنه خطير. لا يجوز السكوت على هذه النوعيات الفاسدة الرديئة، بل لابد من تطهير الصفوف منها إن كنا نريد النصر العاجل والقريب على الأعداء. هذا التصرف حدث حتى في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، رجل اسمه كركرة كان من العبيد يخدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان معه في وادي القرى، كانت تابعة لليهود تحت سيطرة اليهود، وفتحها المسلمون بحمد الله ومات، فنقلوا خبره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو في النار. ففتشوا في متاعه فوجدوا عباءة غلها، عباءة غلها، اشتعلت عليه في قبره نارا، أخذها دون إذن دون موافقة، استحلاها في نفسه، ضن بها على إخوانه المسلمين، استأثر بها لنفسه ومات. قال النبي هو في النار. ورجل آخر في فتح خيبر، نقلوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه، مات فلان، قتل فلان، قال هو في النار. فتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، خسارة، عقد رخيص جدا، بس حلف عينه، حلف عينه العقد، يمكن خدوا لزوجته، يمكن خدوا لبنته، يمكن خدوا يحتفظ به دون إذن دون موافقة، ضن به على إخوانه المسلمين، قال يمكن ياخدوا حد غيري، أنا عايزه، استأذن، أظهر حاجتك، قل رغبتك، لا تتصرف هكذا. النوعيات الأنانية هذه خطيرة على الصف الإسلامي، أمراض النفوس، أمراض القلوب. تصرفات هذه غير حميدة. قال النبي هو في النار، ضيع نفسه علشان عقد. وحكى هذا الموقف تكرر. اللي خد شراك، شراك يعني رباط، رباط الحذاء، هذا جاء به لما سمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول عن فلان هو في النار، في النار، فجعل الرجل يجيء بالشراك والشراكين، فيقول النبي شراك من نار، ده كان رباط من نار لو مت قبل أن تأتي به. وهكذا في يوم من الأيام مر النبي صلوات ربي وسلامه عليه على البقيع، على البقيع ومعه أبو رافع مولاه، وكان النبي متجها إلى بني عبد الأشهل، كان يزورهم أحيانا قبل غروب الشمس يتحدث عندهم في أمور المسلمين. المقصود مر النبي صلوات ربي وسلامه عليه على البقيع، فجعل يقول أفل لك أفل لك أفل لك، قالها ثلاث مرات. فتأخر أبو رافع وظن أن النبي يتأفف منه شخصيا، فتأخر، فقال النبي مالك امشي، قال يا رسول الله تأففت مني، قال لا، ولكن هذا رجل أرسلته ساعيا إلى بني فلان فغل نمرة، جاب الصدقات من عندهم وخد نمرة، يعني شملة، عباية، برد، دون استئذان ودون موافقة، استحلاه واستحسنه، فأخذه لنفسه ومات قبل أن يتوب، مات قبل أن يرده إلى المسلمين. النبي قال هذا رجل أرسلته ساعيا إلى بني فلان فغل نمرة فزرعت عليه نارا، يعني في نار في قبره بطول هذه النمرة وبعرض هذه النمرة تشتعل عليه في قبره نارا. المقصود الغلول، إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا. التربية،
الإصلاح. عندنا نفوس مريضة، عندنا نفوس مريضة، عندنا نفوس تحتاج إلى إصلاح، عندنا قلوب مريضة تحتاج إلى علاج، إلى دواء، تحتاج إلى شفاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الإصلاح، الإصلاح عملية صعبة تحتاج إلى جهد وإلى وقت. التربية، نحن نحتاج أولا إلى أن نتربى. أمراض النفوس وأمراض القلوب، الآفات والأمراض الدفينة، لابد أن نتخلى عنها وأن نتخلص منها. التصفية والتربية، التخلية والتحلية، هذا مهم جدا. وإلا نفوس مريضة، نفوس مريضة عندها آفات وأمراض وعاهات داخلية وتشوهات، تشوه في الأخلاق والمعاملات والسلوكيات، قلوب مريضة. هذه لو دخلت الحرب، لو دخلت قتال، أو حتى مواجهة، حتى مواجهة فكرية، حتى المواجهات الفكرية مع أعداء الأمة، هذه النوعيات تتسبب في تأخر النصر. لذلك نقول لابد من التربية، التصحيح، التنقية والتصفية. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكتب إلى سعد بن أبي وقاص في فتوحات العراق وفي فتوحات فارس، يقول له وصية للجيش: كونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن الذنوب أخوف على الجيش من عدوهم، فإن الذنوب أخوف على الجيش من عدوهم، إنما تنصرون عليهم بمعصيتهم لله. فإذا عصيتم الله استويتم أنتم وهم في المعصية، فكان لهم الفضل عليكم بزيادة العدد والعدة، زيادة يعني العدد والعدة. إنما تنصرون على عدوكم بمعصيتهم لله، إذا عصيتم الله استويتم أنتم وهم في المعصية. صحيح ما عندهم شركيات، إحنا ما عندناش، إنما في معاصي، في تجرع على حرمات الله وتجاوز لحدود الله، في معاصي، في مخالفات، والجيش ينصر بتقواه، بطاعته لمولاه سبحانه وتعالى. هذا الدرس، المعاصي الداخلية، المخالفات الداخلية، الذنوب، هذه أخطر على الأمة من الأعداء. الأعداء لا يثبتون، لا يصمدون. إن اتقينا الله عز وجل، وإن كان بنا قلة في العدد أو قلة في العدد، لا يثبتون أمامنا. الأخطر والخطر علينا المعاصي، الجرأة على المعاصي والذنوب، مخالفة أوامر الله عز وجل. هذا يسرق، هذا ينهب، هذا فاسد، هذا يشرب الخمر، هذا يأخذ الرشوة، هذا يكذب، هذا يفعل كذا، هذا أمر خطير وموجود في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. في يوم أحد، غزوة أحد، قتل من المسلمين 70،
وجرح النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكسرت رباعيته سنته، فتساءل المسلمون كيف حدث هذا، كيف حدث هذا؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فيكم منكم. شوف الدرس، قل هو من عند أنفسكم. مع أن المخالفات كانت، مرة في غزوة بدر أخذوا الفدية بدلا من أن يقتلوا الأسرى، ومر في غزوة أحد لما نزل الرماة من على الجبل ظنوا أن المعركة قد انتهت، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد أمرهم بالبقاء على هذا الجبل حتى يأتيهم أمر آخر من عنده صلوات ربي وسلامه عليه. هذه بعض المخالفات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. المخالفات الداخلية أخطر على المسلمين من العدو الخارجي. لابد من تقوى الله، العمل بطاعة الله، والحذر من معاصي الله عز وجل. لابد من تطهير النفوس والقلوب من الأنانية وحب الدنيا وحب الأموال والغلول وغير ذلك والاستئثار، بل يكون عندنا إيثار. الاستئثار ان انت تحب لنفسك، الإيثار ان انت تحب لغيرك اكثر مما تحب لنفسك. هذه هي الأسباب التي نحتاج إليها. أيضا في كتاب الله عز وجل قوله الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الفاسدين المنحرفين في الداخل، داخل الصفوف، أيما كانوا وأيما كان انحرافهم وفسادهم، هم أخطر على الأمة من عدوها. إذا أردنا سرعة النصر والتمكين والغلبة والظهور وتحسن الأحوال، لابد من تنقية وتصفية، لابد من تحلية، لابد أن نتخلى عن الأمور الذميمة. مرة أخرى قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبدا، لم يقم لهم عدو أبدا. وقال أبو ذر لحبيب بن مسلمة: هل يثبت لكم العدو حلب شاه؟ قال: نعم، وثلاث شياه غزر. قال: غللتم ورب الكعبة. يبقى في خلل في الداخل، في غلول. لابد من تطهير النفوس ومعالجة القلوب من أمراضها. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا مخلصين لك في السر والعلن، في القول والعمل. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، ونور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير.
يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم أغث المسلمين في سوريا، وأغث المسلمين في بورما، وثبت المسلمين في فلسطين. اللهم ثبت المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اما بعد، فبشرى لطلبة العلم، معهد الدخيلة للعلوم الشرعية يدعوكم للالتحاق بالدراسة بالمعهد. المعهد يقوم بتدريس المواد المقررة في معهد الفرقان. يعني معهد الفرقان هو المعهد المركزي، والمعهد هنا يبقى فرع من معهد الفرقان، ولكن انتساب يعتبر الدارس بالمعهد منتسبا بمعهد الفرقان، ويحق له دخول اختبارات نهاية العام بمعهد الفرقان. يعني وفرنا عليه الطريق والمواصلات ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات. طلبات وشروط الالتحاق متوزع مجانا في الأماكن الآتية: مكتبة المتقين بشارع الجيش بجوار مسجد المتقين. اللي يحب يلتحق بياخد طلب وحيلاقي فيه الشروط. ومكتبة أبو ناجي الإسلامية أمام مسجد أبو ناجي ومسجد الصحابة أيضا. الدراسة للرجال والنساء دون التقيد بسن معين. تبدأ الدراسة إن شاء الله في أول شهر ربيع الأول المقبل، بعد أقل من 10 أيام. قبول الطلبات من الجمعة 15 صفر 28/12 إلى الجمعة 22 صفر الموافق 4/1، يعني اليوم آخر موعد للالتحاق بالمعهد اليوم. فاللي يحب أنه يدرس الدراسة المنهجية، وإن شاء الله توزع الملازم والمذكرات والكتب، يعني تجدوا إن شاء الله ما تحتاجون إليه في مكتبة المتقين أو مكتبة أبو ناجي، وهي فرصة لطلب العلم. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.